مزيانه كل شيء، يعني استقبلونا المدرسه باحسن استقبال بالتعقيم كل شيء، فرقوا لنا الكمامات كما كتشوف، فرقوا لنا حتى هادو ديال الماسك. الناس اللي كانوا حافظين راهم كانوا جاوبوا، الناس اللي ما حافظينش اكيد ما يجاوبوش. ومن ناحيه ديال الحراسه كانت مهم، ما هيدا ما هيدا، كانت شويه هيدا وشويه هيدا. دوزنا مزيان، كانت الحراسه يعني عاديه كما المعتاد. كان امتحان شويه يعني ما صعيب ما ساهل. ملي دخلنا كانوا الاجراءات طبعا، التعقيم وتعقيم في رجلنا في يدانا، طونا كمامات، طونا ديك اللعيبه ديال الراس. انا النهار الاول اللي جيت ندوز امتحان الوطني هنايا في مدينه طنجه بالضبط المدرسه ديال ابن الخطيب، والجو كان عندنا مزيان شي حاجه في الامتحان، يعني الاساسي كانوا كاملوا الدور ديالهم، يعني حرصوا علينا ما خلوناش ناكلوا، واخا شويه كان يعني كنا ضاربين حنايا على واحد الموضوع بالحق، طحنا موضوع اخر، واخا هذاك تعاملنا مع داك الشيء مزيان، وكنتمنى والله يسهل علينا ويسهل للي مدوزين الوطني كاملين ان شاء الله يا رب. دوزنا امتحان الحمد لله كل شيء، وهذاك اجواء رائعه، داك الشيء منظم مزيان الله يعطيهم الصحه. المهم منا لينا الله يجيب الله يجيب الساس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.